الآن ننقل لكم أجواء الاعتصامات من ساحة الاحتفالات في مدينة السماوة بالصوت والصورة حتى تكونون على اطلاع لحظة بلحظة بما يحدث في ساحة الاعتصامات هنا في المثنى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سعد باسم عيني الله يساعدك. شنو وين وصلتوا باعتصامكم؟ خليها مفاجأة. لا أريد الجمهور يعرف وين وصلتوا. احنا اعتصامنا مستمر. هنالك إجراءات راح تصير تتوافق مع كلامنا اللي بدينا بيه يوم اللي انطلقنا من شارع من الكورنيش لهنا. اذا تريد تعرف عندي سؤال، ايش كم بعثي وياكم وايش كم مندس وياكم حتى الان؟ والله اذا كان التظاهر من اجل حقوق انا سؤالي واضح، ايش كم بعثي وياكم حاليا؟ انت واحد منهم. الاعمار اكو عندكم اعمار معينه؟ كل صار كوار جاي شو هي شغله انه هذا التعبير هاي مثل ما يقولون بالاحصاء طفل والشاب. هذا نموذج معبر عن كل المجتمع. اليوم الاكل والشرب دخل لكم بسهوله؟ اي دخل بسهوله بعد ما كون، بس اكو شغله واحده طبعا اسمع اسمع الغريبه. احنا من عول خيمه اللي هي فوق روسنا ومانعين الفراشات الان، يعني لازم ننام على الارض تحت الشمس. هذه كارثه. هذه التظاهر عفويه؟ اعتصامكم عفوي لو لا ابدا يدفع باتجاه الاعتصام؟ اعتصامنا مو عفوي، اعتصامنا منظم، لذلك ارعب كل خصومنا. احنا منظمين بدرجه كبيره. شوف دول الشباب اللي الان موجودين وحتى الكبار. هسه انا قبل شويه كنا نتفاوض على فكره، بس انا ما اقدر اعطي قرار من نفسي الا اخذ موافقتهم. فعرضت عليهم ان نتمسك بكلمتنا ونحترمها وكلهم موافقوا. وافقتوا على ان نصبح خير. شكرا لكم كلكم. ما زلنا في ساحه الاعتصامات المثنى. الله يحفظكم ان شاء الله. حاليا في ساحة الاعتصامات. حاليا في ساحة الاعتصامات مثل ما جاي تشوفون احنا حاليا في مدينة السماوة. شباب أطفال كبار وصغار أيضا يعتصمون. اليوم ما شاء الله يقول لك فراشات بعد ماكو، لازم ينامون بالقاع. ومع هذا أنه مصرين على الاستمرار بالاعتصام في ساحة الاحتفالات. الشباب جايجون لهذه الساحة يعتبرونها أعتقد نزهة، لأن فرحين بالمناظر اللي موجودة رغم أنه المطالب مثل ما سمعتوا في تقارير مختلفة هي إقالة محافظ المثنى وحل مجلس المحافظة ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بضرورة محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وإرجاع الأموال للدولة على مدى أكثر من 15 عاما. هناك محاولة لتفريق المتظاهرين وزرع فتنة بين المتظاهرين، لكن للأسف فشلوا وما قدروا. حاولوا مرة ثانية، ملكة الله تقدرون، لكن اللي جاي يشوفه من إصرار وعزيمة عند الشباب ما أصور راح تقدرون تسوون. أخوانكم من القوات الأمنية اللي موجودين ايضا يعانون مثل ما معاناة المعتصمين هنا، ايضا حقيقة واقفين بالشمس ويتحملون الحار والعطش والجوع. لو الزميل شوي المصور
قلنا لا تخاف ما يسوون شيء ما يسوون شيء. ربعنا هم ويانا ايضا يعانون مثل معاناتنا مثل معاناتنا بالضبط، لكن ما باليد حيلة ما يقدرون يسوون شيء ابدا. فهم اوامر تجيهم يعني حتى من يمنع الاكل او الشرب او الغطاء والفراش فهو مو بيده اكيد، يعني اكو اوامر اعلى من عندهم جاي تجيهم فيسوون اللي عليهم، لكن الاجواء جيده بينهم بين المنتسبين يعني اي مشكله ماكو لحد الان، ونتمنى انه يستمر الوضع على ما هو عليه. خلي نروح بعد نشوف خلي نروح نشوف المتبرعين اللي جاي يجيبون ماي على نفقتهم الخاصه طبعا مشكورين. الاعلامي مخلد جواك الله عايش تيدك هاي هنا شباب متبرعين يجيبون الماي ويوزعونه على المعتصمين مشكورين طبعا جواكم الله شباب. منو يتبرع بهذا الماي؟ منو يتبرع بهذا الماي؟ منو؟ متظاهرين. يعني هم يجيبون ماي لو اكو من يتبرع لكم جاي. هم نفسهم. جيد يعني؟ جيد. جيد، من شو وقت معتصم؟ من البارحة. من البارحة. رحت لأهلك؟ لا لا ما رحت. ما تروح؟ شو تريد؟ اريد مطالبنا تتحقق المطالب، حل مجلس محافظة. جيد. وحل مجلس النواب وإخراج الفاسدين من دوائر الدولة. جاي يتبرع لكم طبعا نشكر كل اهالي المحافظه اللي من مطاعم من اطباء من اساتذه من خيرين اللي جاي يتبرعون للمعتصمين بوجبات غذاء او ايصال الماء الصالح للشرب. هناك جماعه قاعدين مرتاحين رغم ارتفاع درجات الحراره. مرتاح؟ مرتاح وعازم على التغيير. ما بيها مجال قافلين قفل تغيير. مش وقت هنا؟ يومين صار. يومين. يومين. بعت إلى الصباح ولا الساعة بس الساعة بثنتين جبنا عشاء وسويت لهم جدر شاي. خايف يتهمونك بعثي؟ لا يعرفون أنا. أنا أمشي عندي تراب الوطن أغلى تراب هو تراب الوطن. جاي نشوف المطالب بهذه التظاهرات. إيه؟ جيد أنت جاي تسولف المطالب بهذه التظاهرات نريد وطن. عمي رحم على والديك أنت تقول لي هسه تغيير وإصلاح أول ما جابوا الطائفية. وجابونا السلاح الفاسد والسونار الفاسد وميزلت سبايكر والسقلاوي والثرثار حكومات العالم كلها تستقيل من وراها بس شعره من عندهم ما زعزعت تترجى من عندهم تغيير هم هذول. زين انتم تترجون انه راح يصير تغيير باعتصامكم؟ والله ما يصير تغيير الا تفلش حكومة رئاسي وتفلش المحليه رئاسي. يا الله تتفلش والله لا تقول حساب نفسيتكم والله كل تغيير معكم. قاعدين قعده خير ان شاء الله. مرتاحين؟ ما عندكم اي مشكله؟ ليش وقت تبقون؟ اليوم سمعت فراشات ماكو. ما هاي الرسم بالنام هذه هنا. لا الخيام دخلوها، لا فراشات دخلوها. حتى الماي قطعوها. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. عن الخيام والغذاء والبدايه. جاي اشوف اكو مشاركه نسويه باعتصامات المثنى لاول مره نشوف، خلي نروح نشوف شنو مشاركتهن. ايش عجب دخلا لساحه الاعتصامات في المثنى بظل الاجراءات والتشددات الامنيه اللي موجوده. خلينا نلتقي مجموعه من الناشطات والنساء. السلام عليكم. ناشطة مدنية؟ نعم. ايش عجب طلعتي؟ دائما اطلع انا كل جمعة موجودة بساحة التظاهر. اليوم المنحد غير صار اعتصام. نعم واحنا جينا نساند اخواننا وابنائنا المعتصمين بساحة الاعتصامات. شنو اللي تردونه؟ اللي نريد ان تتحقق مطالبنا. مطالبنا عديدة. اولا الخدمية اللي يطلبها الناس الماء والكهرباء. ثانيا البطالة. هاي الشباب كلها عاطلة عن العمل. كلها عاطلة عن العمل. وكلها جوعانة. وكلهم انا رايحة لهم وشايفة بيوتهم. كلها جوعانة الناس وكلها ما عندها دينار تصرفه. عندنا مطلب ثاني انجاز المشاريع العاطلة. عندنا مشاريع كلها متوقفة. وين فلوس السماوة؟
وين الضرائب؟ وين فلوس السبيل؟ الاعتصامات والتظاهرات تحتاج الى تحشيد نسوي، عملتوا نعم على هذا الشيء؟ عملنا على هذا الشيء، بس تدري احنا مجتمع قشائري وتقاليد والناس النساء تستحي تطلع، احنا طلعنا لان متعودين احنا، متعودين احنا نوقف ساعة الاحتجاجات. اتمنى لك كل التوفيق، السلام عليكم. السلام. شنو سبب خروجك؟ مطالبنا خدمية أول شيء، وثانيا البطالة، وثانيا ثالثا بعدين الأوضاع السيئة، يعني الحكومة ما قدمت شيء، نريد تقدم شيء، نريد تتغير هالوجوه، نريدهم يرجعون أموال الدولة، نريدهم يرجعون الفلوس الموضوع، والله العظيم نريد هاي البطالة، هاي الشباب القاعدة ماكو شغل، ماكو عمل، نريدهم يسوون شيء، يقدمون شيء للدولة. هذا نتمنى لكم كل التوفيق، قواكم الله، عليكم شباب مستمرين. مستمرين حتى المطالب. لفت انتباهي احد المتظاهرين اللي جالس في اعلى منصة ساحة الاحتفالات، راح اروح اشوفه ايش عنده قاعد وحاط له سماعة هناك، خلي نلتقي بيه شوف شنو حقوقه، شنو مطالبه، شنو السبب اللي خلاه يجي لهنا. اتصور معوض، الله يكون بعونه. السلام عليكم، شلونك؟ شخبارك؟ شنو خيرك؟ ايش عندك هنا؟ للمظاهرات. جاي شنو؟ للمظاهرات. صوتك علي الياء. للمظاهرات. شو تسوي؟ والله طالب حقوقنا. كم السماعة بيدك؟ والله حالة تشوف الحالة بعينك، وما عندنا حقوق، احنا شريحة المعوقين منتهين بالعمل. شو تسوي بالسماعة؟ خلها واحد أمانة. أها. والله. وأنت هسه معوق، ايش عجب طالع ومتحمل هنا؟ أنا اليوم ثالث. ثالث لك؟ ثالث يوم. من يوم تعتصم هنا؟ من يوم المظاهرات اليوم ما أروح لهنا. أها. والله وحتى لو تبقى شهرين ما أروح. هنا قاعد. قلنا لما يشوفون حل، يعني هسه الحرام هي تاكل مال الشعب، وهاي قاتل يجوع الناس. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. يعني مثل ما جاي يشوفون اعداد المعتصمين حاليا في ساحه الاحتفالات، والله انا بدي اروح للقوات الامنيه اسولف انقل معاناتهم ايضا. ما زلنا متواصلين وياكم، وهذه التغطية المباشرة. أبطال القوات الأمنية هنا مثل ما قلنا أما حالهم من حال المتظاهرين أيضا، ما بيدهم شيء. قواكم الله، ما تعبانين؟ أبو عزارة، أبو عزار الله يساعدك، أوقف لي هنا، إحنا حالياً بث مباشر طالعين. جيجارتك كافي جيجارتك، وجهك متغير. أي والله تعبان. والرئيس ما أريد أسمع منك كلمة تعبان. لا إن شاء الله مو تعبان، بس تدري بعد خيام ماكو، جوادر ماكو، وقاعدين بالشمس. قد يصل الأمر إلى إنهاء الاعتصام بالقوة؟ يعني من الجهة الحكومية تقدر؟ إيه؟ لا ما تقدر. ماكو حكومة تقاوم الشعب أبداً.
حال معقولة ها شيوخ عشائر تتلوقون للي ظلم عشائركم؟ للي ظلم عشائركم حفنة من المال ها؟ يعني تطيه كم مليون وتاخذه وياك البغداد وانت تروح تشهد له بالحكومة الاتحادية انه نزيه زين؟ وانه غير فاسد زين؟ وشعبه ذابح العطش عشيرته ذابح العطش هذا عتبنا على الشيوخ العشائر انتم قدوة. والله حيلكم. ايضا هذه الصوره لفتت انتباهي شريحه المعوقين. السلام عليكم، شلونك حجي؟ شنو جابك هنا؟ والله جينا من ضيمني. من ضيمك؟ الله يكون بعونك. انا بالعراق شبر معي. شو وقت هنا؟ والله نمس على عطتك. انت زين ما تحتاج فراش؟ لا نقل أجواء الاعتصام هنا في المثنى. ما زلنا متواصلين وياكم أحبتي المشاهدين على صفحة حيدر الحمداني، يعني ننقل لكم الصوت والصورة معا حتى تكونون على اطلاع كامل بالأجواء. مؤازرة نسوية اليوم شهدت ساحة الاعتصامات في المثنى، خطوة تحسب للمحافظة وللمعتصمين وللنساء المشاركات في محافظة عشائرية مثل محافظة المثنى. ها عندك قبلة جديدة اليوم؟ يلا شنو سمعينه؟ يقول هو يكذب واحنا نصدق هذا الطير حظنا وحظه. هو يكذب واحنا نصدق.
وهذا الطيح حظه وحظمه هو يكذب واحنا نصدق وهذا الطيح حظه وحظمه فقره للاهيتنا مكيفين طائفتنا تحكمنا وهي طيحت حظمه رجعتنا لورا مدينه امنه كل شي ما بيها لا حد بنا لا حد عمار المشاريع كلها متوقفه الجوع كثر الفقر كثر الشباب كلها عطاله بطاله كفيلكم العباس انا ما محتاجه بس طلعت لخاطر هاي أنا راح أصور جانبي أفضل حتى تكون الصورة أكثر وضوح. يعني قلبوا أجهزتكم راح أتعبكم شوية. ما صار طبعاً فعلاً أغلب التعليقات جاي أشوفها يدعون أهالي المدينة إلى المشاركة بالاعتصام. ابن المدينة يجب أن يشارك بالاعتصام. ما يشارك أقلها يشارك بالتظاهر. ما يشارك بالتظاهر وشارك بالدعم اللوجستي للمعتصمين. ما يشارك لا بهاي ولا بهاي خلي يسكت لا يحكي لا أكثر ولا أقل. هذا اللي يريده. وسعنا الميدان خلوه وسع لرا افردنا اردناه العدل وضعه ورجع يا مر علي بعد ما اقول حيهم بالرصاص الحار لعن دنقنا كنا ولابسين العار بعد ما دنقنا كنا وشورضينا العار عم احنا بيوم عجعن يم جبل سنجار شدينا اليمنى بيسرانا شدينا ونهوس ويا داعش ويا بسيف وبندقية حزام متحزمين هن الجاب
ما زلنا متواصلين وإياكم في التغطية المباشرة لساحة الاحتفالات في السماوة.